هذا مرخي سويت لي وليت الجبه. طب كيف الاسواق؟ تسجيل هذا المحاضر قبل شرع المجلس الدستوري في تلقي محاضر اللجان الانتخابية الولائية ومحاضر اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج طبقا لما هو مقرر في الدستور المادة 191 والمادة 271 من قانون الانتخابات رقم 2101. والآن يقوم كل عضو من أعضاء المجلس الدستوري بمعية فريق من العمل متكون من قاضي عن مجلس الدولة وقاضي عن المحكمة العليا وإطارات من المجلس الدستوري المراقبة اليدوية للمحاضر التي تلقيناها، حيث شرعنا في فحص ومدى مطابقة محاضر الإحصاء البلدي مع محاضر تركيز النتائج الولائية تحسبا لأي طعون التي سيتلقاها ربما المجلس الدستوري طبقا للأشكال والأجل المقررة في القانون.